إلى التفاصيل، حيث توقع وزير مالية هاني قدري دميان أن يتراوح عجز الموازنة المصرية في السنة المالية الحالية ما بين 11 و12%، على أن ينخفض إلى ما بين 10 و10.5% في السنة المالية المقبلة. أكد الوزير أن الحكومة ستعمل على توزيع عبء الضرائب على أكبر عدد ممكن من المواطنين عدا الفقراء والأولى بالرعاية، مشيرا إلى أنه سيتم الحفاظ على التدرج الضريبي التصاعدي بزيادة الضريبة كلما زاد الدخل. وأضاف أن الحكومة تدرس فرض ضريبة إضافية تبلغ 5% على أصحاب الدخول المرتفعة لمدة 2 عامين. على الوزير أن يتراوح النمو الاقتصادي ما بين 2 و2.5% في السنة المالية الحالية. إلى البورصة المصرية التي تراجعت مؤشراتها في ختام تعاملات الأربعاء لتتخلى عن مكاسبها الصباحية المحققة، مقتفية في ذلك أثر الهبوط الحاد الذي شهدته كافة الأسواق الخليجية بقيادة بورصتي الإمارات. وقد انخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.15%، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 0.33%. وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ما يقرب من 687 مليون جنيه وسط تداولات نشطة على الأسهم بلغت قيمتها 1.18 مليار جنيه. عقد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي اجتماعا مع رون فرودنيك الوزير المفوض للشؤون الزراعية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة وأريك روتر المسؤول الاقتصادي بالسفارة والوفد المرافق. تناول فيه سبل دعم وتنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة. على صعيد آخر، أعلن الوزير أنه سيتم طرح سلع غذائية بأسعار مخفضة في فروع المجمعات الاستهلاكية وعددها 1250 فرع ومنافذ شركات الجملة، مع تطوير منظومة البقالين التموينيين والبالغ عددهم 25 ألف بقال، ليتم من خلالهم توفير أكبر قدر من السلع بأسعار تناسب متوسط الدخل. تشارك مصر في معرض كادم السياحي الدولي الذي يقام في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل القادم. يأتي هذا بينما عقد السفير المصري في روسيا محمد البدري مؤتمرا صحفيا بموسكو، أكد خلاله أن منتجعات البحر الأحمر آمنة تماما بالنسبة لحركة السياحة الوافدة، مشيرا إلى أن حوالي 2.5 مليون مواطن روسي قد قضوا إجازتهم العام الماضي في شرم الشيخ والغردقة. طلب أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، وطالب رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بضرورة التدخل لوضع أسعار استرشادية للأسمنت لضبط أسعاره التي بلغت 900 جنيه. واتهم الزيني شركات الأسمنت الأجنبية بالقيام بممارسات احتكارية بهدف التحكم في أسعار الأسمنت والسيطرة على السوق. وبرهن الزيني على اتهاماته بأن متوسط السعر العالمي يبلغ نحو 60 دولارا للطن، بينما يبلغ متوسطه في مصر نحو 100 دولار، على الرغم من عدم حصول المصانع في الخارج على دعم الطاقة كما يحدث في مصر. في السياق ذاته قال الزيني إن تكلفة طن الأسمنت تتراوح ما بين 220 جنيه و370 جنيه على أقصى تقدير. إلى الأردن، حيث قرر مجلس الوزراء الأردني منح العمال الوافدين المخالفين من كل الجنسيات فترة 2 شهر لتصويب أوضاعهم، تبدأ اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 16 مارس وحتى 15 مايو المقبل. قال وزير العمل والسياحة والآثار الدكتور نضال القطامين إن الوزارة وضعت عددا من الأسس لتصويب أوضاع العمال الوافدين المخالفين في المملكة، وتضمنت استيفاء رسوم تصريح العمل الجديد خلال الشهر الأول من مهلة التصويب دون أثر رجعي، على أن يتم استيفاء رسم تصريح جديد ورسم سنة سابقة خلال الشهر الثاني.
اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على مجموعة التنازلات المتعلقة بآلية حماية دافع الضرائب من المشاركة في حزم الإنقاذ المصرفية. جاء ذلك في ختام ثلاثة أيام من مفاوضات اللحظة الأخيرة قبل انتهاء فترة ولاية البرلمان الأوروبي الحالية. وستكون آلية التخلص من البنوك المتعثرة بمنطقة اليورو هي الركيزة الثانية لاتحاد مصرفي، وينظر إليها بأنها مهمة من أجل استعادة الثقة في تكتل العملة الموحدة. ويأمل وزراء المالية في التوصل إلى اتفاق قبل حلول موعد البرلمانات أو الانتخابات البرلمانية الأوروبية في مايو المقبل، وإلا فإن الاتفاق قد يتأجل إلى 2015. مشاهدينا، كان هذا كل ما لدينا في وقفتنا الاقتصادية، وعودة مرة أخرى لاستكمال بانوراما النيل ودينا وأيمن إليكم. شارك أكثر من 10,000 شخص اليوم في مدينة اسطنبول التركية في تشييع جثمان فتى يبلغ من العمر 15 عاما توفي أمس متأثرا بإصابته خلال الاحتجاجات العارمة المناهضة للحكومة التركية والتي اندلعت قبل 9 أشهر. كما أطلقت الشرطة التركية قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق حشد من عدة آلاف من المحتجين في ميدان كيزيالي في وسط العاصمة أنقرة اليوم خلال مظاهرات مناهضة للحكومة على خلفية وفاة الفتى بيركين علوان. مع مرور الوقت تتصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، فقد اشتعلت المدن بأنحاء تركيا بمظاهرات مناهضة للحكومة واشتباكات مع قوات الشرطة عقب وفاة بيركين إلفان الذي يبلغ من العمر 15 عاما والذي دخل في غيبوبة منذ 9 أشهر بسبب إصابته في رأسه بقنبلة غاز مسيل للدموع أطلقتها قوات الشرطة أثناء خروجه من منزله لشراء الخبز، إبان أحداث منتزه جيزي بارك باسطنبول في يونيو الماضي. وبعد ساعات على إعلان وفاة إلفان الذي تحول إلى رمز لقمع الشرطة للتظاهرات، وقعت حوادث عنيفة في حوالي 30 مدينة تركية بين الشرطة وآلاف المتظاهرين الذين خرجوا بشكل عفوي للتعبير عن غضبهم من رئيس الوزراء، كما تم اعتقال أكثر من 150 شخصا خلال التظاهرات. وإلفان هو الضحية السابعة بين المدنيين لحملة تفريق التظاهرات التي شهدتها تركيا في يونيو الماضي والتي اندلعت في محيط حديقة جيزي في اسطنبول ثم امتدت إلى مناطق أخرى بأنحاء البلاد. وجاءت المظاهرات في البداية احتجاجا على خطط الحكومة لإزالة الحديقة، إلا أن التعامل العنيف من جانب الشرطة لفت انتباه النشطاء إلى النمط الاستبدادي بشكل متزايد لإدارة أردوغان. وتعد الاحتجاجات الأخيرة أحدث مصدر للإزعاج لرئيس الوزراء التركي الذي يواجه بالفعل فضيحة فساد أصبحت واحدة من أكبر التحديات لسلطته القائمة منذ 10 سنوات قبل أسابيع من انتخابات بلدية مقررة في 30 مارس الجاري تعتبر بمثابة استفتاء على حكمه المستمر منذ 11 عاما وانتخابات رئاسية ستجرى بعد 5 أشهر. وصور أردوغان التحقيقات في الفساد على أنها مؤامرة للإطاحة به يدبرها رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، والذي يتهمه بامتلاك نفوذ قوي في صفوف الشرطة والقضاء، إلا أن جولن نفى مرارا صلته بالتحقيقات في قضية الفساد. وقد تزايد الغضب في الأسابيع الماضية إزاء تشريع جديد لتسهيل قمع الحكومة لأنشطة الإنترنت وتسييس القضاء، كما خرجت دعوات في مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم مزيد من الاحتجاجات قبيل الانتخابات البلدية، إلا أن الاضطرابات لم تصل حتى الآن إلى الحجم الذي كانت عليه في الصيف الماضي. ومشاهدينا، إلى هذا الخبر العاجل الذي جاءنا منذ قليل، حيث وقع انفجار كبير في حي هارلم بولاية نيويورك الأمريكية، وحتى الآن لم ترد أي تفاصيل حول هذا الخبر. وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف جوزيف خولي مراسل النيل في نيويورك. جوزيف، دعنا في صورة الأوضاع هناك. أولا، انهيار المبنيين السكنيين في حصل في حي هارلم في نيويورك، وهذا الانهيار سببه ليس كما زعمت بعض وسائل الإعلام عمل إرهابي أو قنبلة أو انفجار، ولكن سببه حريق
داخل هذا المبنى. الحريق كان سببه الغاز، لأن في البنى التحتية في الأبنية الأمريكية هناك بعض الغاز الذي يدخل عبر قنوات محددة لإضاءة مثلا الفرن أو الأدوات المنزلية، وبالتالي هذا الحريق كان سببه هذا الغاز، وبالتالي تم انهيار المبنيين السكنيين. وطبعا هناك حتى الآن وسائل الإعلام الأمريكية تقول بأن هناك ما يقارب 11 شخصا مصابين بجراء هذا انهيار هذا المبنى. طبعا الدفاع المدني و الشرطة قد حوطت هذا المكان، وهي تقوم بمساعدة الأشخاص والساكنين في هذا المبنى الذين لم يغادروا هذا الصباح إلى عملهم لإجلائهم من هذا المكان، وطبعا وضعهم في مكان أكثر أمانا. هذين المبنيين ملاصقين بحائط، وبالتالي هما مبنيين منفردين أو يعني مبنيين منفصلين، ولكن هناك حائط لاصق بينهما، وبالتالي هناك خوف من أن يمتد هذا الحريق إلى أبنية أخرى، خصوصا نحن نعلم بأن الأبنية في مدينة نيويورك ملاصقة جدا، وبالتالي هناك تخوف من أن يمتد هذا الحريق إلى أبنية أخرى، وبالتالي تعمل الجهات المختصة على محاصرة هذا الحريق وعدم امتداده إلى الأبنية الأخرى. طيب جوزيف، يعني ضعنا في صورة المشهد كما هو يبدو في حي هارلم حول هذين المبنيين السكنيين اللذين انهارا بسبب يعني انفجار في اسطوانة الغاز كما ذكرت، كيف تبدو الأوضاع في هذه المنطقة الآن؟ الآن يمنع على الجميع الدخول إلى هذه المنطقة. الشرطة قد حوطت هذا المكان بأمتار عديدة، ولكن ممكن القول بحسب ما نشاهد بأن يعني هناك سخان يتصاعد من هذين المبنيين، هناك يعني ضباب غطى هذه المنطقة، وبالتالي هناك صعوبة لرؤية ما يجري بالتحديد في هذين المبنيين، لكن نحن نرى بأن عناصر الدفاع المدني قد حاصرت هذا المكان وهي تعمل على إخماد هذا الحريق. يعني حتى الآن هو ما زال يعني هذا المبنى مشتعلا. طب يعني نحن لا نرى، يعني لا يمكن لأننا لا نرى ألسنة النار، وما يمكن رؤيته هي الدخان المتصاعد، وبالتالي يمكن أن تكون يعني حصلت عملية إخماد هذا الحريق، ونحن لكن نعلم في حال حصول حريق كبير مثل الذي حصل الآن في هذا المبنى يبقى الدخان يتصاعد لمدة ساعات طويلة. صحيح، ونتوقع أيضا جوزيف قد نتوقع بالتأكيد وجود عالقين، نتوقع بالتأكيد أيضا وجود عالقين في ربما مباني مجاورة، وتجري الآن محاولات إنقاذهم كما ذكرت من جانب سيارات الدفاع المدني. هذا صحيح. عموما جوزيف خولي من نيويورك مراسلنا هناك، شكرا جزيلا على هذه الصورة السريعة التي أعطيتها لنا، وسنبقى معك على تواصل. ونذكر إذن بهذا الخبر العاجل، حيث حدث كما أفاد مراسلنا في نيويورك انفجار لأحد اسطوانات الغاز في إحدى العمارات السكنية في حي هارلم بنيويورك، ما أدى إلى انهيار هذا المبنى والمبنى الملاصق له تماما، واشتعل حريق ضخم في هذين المبنيين، وقد وصلت سيارات الدفاع المدني وأيضا سيارات الشرطة إلى مكان الحادث في محاولة للسيطرة عليه، وكما أفاد مراسلنا وكما نرى أيضا في الصورة هناك دخان يتصاعد بكثرة وبكثافة في هذه المنطقة. بحسب التصريحات المبدئية فإنه هناك يعني 11 شخصا أصيبوا جراء هذا الانفجار بحسب التصريحات الرسمية لمسؤولين أمريكيين، ويتوقع أيضا أن يكون هناك عالقين في المباني المجاورة. وكما أفاد مراسلنا فإن هذا الحي فيه يعني مباني شاهقة ومتلاصقة إلى حد كبير، ولهذا تجري عمليات محاولات الإخماد والإنقاذ على قدم وساق. وكما أفاد أيضا فإن الشرطة تحاصر وتطوق هذا المكان وتمنع تماما الدخول والخروج من هذه المنطقة، وبحسب الإحصاءات المبدئية كما ذكرنا هناك 11 شخصا مصابا في هذا الحريق الهائل.